نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول استدل أحد الصحفيين بقصة موسى عليه الصلاة والسلام مع المرأتين، استدل بها على جواز الاختلاط، يقول ووالله إني لأعرف أن استدلاله خطأ، ولكن كيف نرد على مثل هؤلاء؟ مش أدرى أن مختلطات، هن عازلات غنم على حدة، تذودان على حدة من القوم، ولم تخالط القوم على البير ونزح الماء. نعم.